أحسن الله إليكم. هذا السائل وصلنا منه هذا السؤال، يقول: امرأة قبل 30 سنة أو أكثر كانت على سطح منزلها، فكانت تطل من على السطح، وأثناء ذلك سقطت بلوكة وبعض الحجارة على والدها المار في ذلك الشارع في تلك اللحظة تحت المنزل، فأصابته في رأسه فمات على إثرها في اليوم الثاني، وكان هذا الحادث قبل سنوات كما قلت، فهل عليها كفارة لجهلها؟ إذا كانت مستسببة في سقوط الحجارة هذا قتل خطأ، يكون عليها كفارة ودية الخطأ على عاقلتها، أما إذا لم يكن لها تسبب في سقوط الحجارة فليس عليها شيء. نعم.